والآن متابعة لأخبار الطقس والأحوال الجوية. سارة نجيب ووقفة أخيرة. سارة شكرا محمد، شكرا إلهام. مشاهدينا هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً الاثنين طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة. القاهرة 36-26، الإسكندرية 32-25، مطروح 32-24، بورسعيد 33-26، الإسماعيلية 38-25. ونذهب إلى السويس. السويس 37-26، العريش 34-26، طابة 37-24، شرم الشيخ 42-30، والغردقة 41-30. ونذهب إلى الأقصر. الأقصر 44-29، أسوان 45-31، الوادي الجديد 44-27، شلاتين 42-30، وأخيرا حلايب 39-30. والآن نستعرض معكم مشاهدينا درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.